صحيح معكم الكابتن مهند نجار المدير الفني لنادي شباب رفح. طبعا انا برضو من مدينه يافا، يافا العجم الاصلي، وطبعا انا موجود حاليا في قطاع غزه، واولاد عمي ابو غازي والعبيد وكل اولاد عمي موجودين في يافا. فانا بتمنى باذن الله ان شاء الله نعود لارض الوطن عند اولاد عمي باستمرار، نتجمع في يافا ونعيش بقيه حياتنا في يافا، وكل احترام وتقدير لاهالينا في يافا بوجودهم ومثابرتهم ودعمهم وكدهم لوجود الانصار القضيه الفلسطينيه. فهذا نصب الشعب الفلسطيني انه هناك ابناء عموم وابناء شعب فلسطيني واحد باستمرار في المناظر موجودين، ان كان في مظاهرات وديه او سلميه او اي شيء موجودين. كل احترام والتقدير لاخواننا في يافا وحيفا والناصر، كل اخوان العرب في الداخل في مناظرتهم لقطاع غزه وللحصار الموجود في قطاع غزه. كل احترام والتقدير لكم، كل عيدنا بنضل شعب واحد باذن الله، كل عيدنا نتجمع في الاقصى ونصلي في الاقصى. شكرا لكم.